صباح الخير. بأي عصر صرنا عايشين؟ وهل هو الجنون أو انعدام القيم أو حالة من الانهيار الاجتماعي؟ جرائم القتل بلبنان إلى ارتفاع، كل 3 أيام عم تتسجل حالة انتحار، كل يوم خبر عن جريمة وحشية بتتصدر نشرات الأخبار. عنف أسري، خطف، طعن بالسكاكين وإطلاق نار، من عاشقوت في كسروان إلى شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية، جريمتين مبارح بيوم واحد والضحايا أبرياء. والأخطر أنه هناك موجة من الخوف والقلق الجماعي مسيطر على الناس، وأسئلة كتيرة عم بتراود أفكارهم، ولكن الحقيقة الوحيدة أنه الموت ما عاد قضاء وقدر. بغياب الدولة القوية بتنهار القيم، وبشريعة الغاب القوي بيأكل الضعيف. أما بمنطقة دويلة فبتنهار مؤسسات، بيضعف الاقتصاد وبتتراجع الاستثمارات. الأسواق اللبنانية دفعت الفاتورة الأغلى من سنوات، والصيفية اللي كان البعض مراهن عليها للخروج من حالة الإفلاس خيبت الأمل. فلا العروض ولا الحسومات غيرت من الواقع، والحال عند الناس خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. حركة الأسواق بتقرير للزميلة رويدة الصفدي، منتابعه سوا. دوارة عالدوارة دار الحكي، هجروا الأحبة الحارة ليس البكي. دوارة عالدوارة دار الحكي، هجروا الأحبة الحارة ليس البكي. بعد مرور صيفية كان متوقع أن تكون واعدة من حيث الحركة الاقتصادية والتجارية، خيبت أمال البعض. فبالأرقام وصلت نسبة البيع بمنطقة الزلقة وبحسب التجار إلى أقل من 50%، رغم الحصومات المعلقة على الواجهات. الدنيا الصبح بكير بعد. أي ساعة بتعجو؟ تاجو من الظهر وبالطالع لبعد الظهر. حتى أمصان بلوزات 5000، ما حد عم بيشتري، عالم ما عنده مصاري. عالم عم بتصفر يا دمازال، ميتين الجوع. أنا 12 سنة على بدان. والله مثل ما عارفين كلها مدارس وجامعات، عندي كل شهرين كتير داون بيكون، والمعاشات على القد. يعني أنجأ اللي بدها تصرفه على حالها بتصرف على أولادها، وبتعرف الأحوال البلد عاطلة. ما عم بشتري تياب إلا فترة أنا. أنا ناسي حالي، أنا في كتير قصص قبل التياب والمظاهر وهيك مسؤوليات بطيئة، بس في وفي شواء في أبليزير برايس. إذا شيء ضروري أكيد منشتري، وإلا ما منشتري. جينا الدار نسأل على الحبايب، لقينا الدار تبكي على الغايب. جينا الدار نسأل على الحبايب، لقينا الدار تبكي على الغايب. جينا الدار نسأل على الحبايب، لقينا الدار تبكي على الغايب. على طرقات أيادي المارة خالية نسبيا من أكياس التبضع، وبداخل المحلات التجارية مل التجار من عبارة عم ناخد فكرة، فكتب البعض وبالخط العريض يرجى عدم التصوير. عدم التصوير كرمال غاشية أكيد، لأن صايرة تسلاية بيصوروا وبيبعتوا واتسابات وقصص هيك، بيصوروا أغلبهم ما بيشتروا. منظبط المحل نتسلى واتساب فيسبوك، هيدي شو بدنا نعمل؟ نسكر ونروح. إنه الناس على شو بدها تعمل شوبينج؟ لترتاح نفسيتها قبل ما تعمل شوبينج يعني شو؟ هلا كله عم ياخذوا فكره بيرجعوا شهر الجاي. ما لي راي بهالبلد، انا فالي ما لي راي، كرمال هيك ما بهمني. بعد في 6 أشهر. لا بك وين بدك تبل؟ اثيوبيا. ليه؟ بدي اروح اتجوز اثيوبيه واعيش هونيك. أمام هالحالة الشبه سوداوية ما بتصلح إلا الأمثال الشعبية. خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. بخبون للحشرة، خايفين من المستقبل، خايفين من المستقبل. ليش؟ شو بقى المستقبل؟ المستقبل القادم، يعني مش تلفزيون المستقبل. عسلمتكن أنتو، ما في أحلى منكن. معيشي 200,000 دولار، بعطي هيك جمعيات مثلا ناس أصحابي معش مصاري مثل جوزيف الكذا. منولون 1000 ليرة ما بيطلع منك. بعطيهم أنا، بس بيستحوا يقولوا عم ناخذ. أعوذ بالله، أنا ما بطلب منه شيء. هذا نور، هذا ميرسي. تنزلي على السوق. دونت أسك مي أنيثينغ. جايين راحوا وتركونا، ما ينسوا اللي كان.
بعد هالتقرير رح نبقى بالشارع، التقينا الناس وعلى طريقتهم قالوا الكلمة اللي بدهم اياها، كلمة جديدة من بعدها بريك وبنرجع. كنا نحب بعضنا، كنا بالمدرسة كنا نحب بعضنا، بس كبرنا يعني نشأنا ضلينا مع بعضنا. لا لا ما في، لا حلوة هي مخدومة كانت ماتت. أنا أبو علي وأم علي ماتت يا حبيبتي، ما برضي إيه كيف ما بدي أتزوجها، تزوجتها وماتت. أوه إيه منيح، كنا ياش كنا نحب بعضنا إيه، يعني أبوش أبوش وجيت يا إلها إيه إني بس نو 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 بوش ابوش بس بعد هذا تجوزنا، ما حبينا بعضنا، رح نضل بوش ابوش بدنا نشوف شيك يقبرني عينك. شفناك تجوزنا اولا، لكن ثلاثه صبيان وبنت بيشبهوني الي، كلهم بيشبهوني الي، لالي بيشبهوني طلعوا. المره بس تحب الرجال بيطلعوا لإله، واذا الرجال بحب المره بيطلعوا لإله. شو بدي خبرك يا حبيبتي، شو بدك تقرقري بعد عن النسوان؟ بموت عن النسوان، بس انا لحد هلا جيت يا الي بموت عن النسوان، حديدات قلبي دميتي، صير ميتهم على راسي. الستات سني اعزف عصفور طيار، بنطني يعني بتضل معي شي ثلاث اشهر، بعدين جيت يا الي على ميزون. في كثير منهم، في كثير يعني بدك تقولي بالجمعه مرتين انا وياها، او بالجمعه مره، او بالشهر مرتين ثلاثه، بزهق خلص بدي غير. كتار كتار انا نسوان، بحب النسوان والله. بموت عليهم، جرايد ومجلات ليك يعني يقبضني ربك. اول شيء من شبابها، بعدين من رقبتها، وجت هي على جون مؤسسها وسسها. الله شو بدك؟ انا كتيني عندي غساله بغسل كيلوتاتي وبروتيلاتي وقمصاني، كل بنطلونات وهدول عند الكوال قمصان. لا لا خلص الله يوفقك، تركينا عم نطنط، خلينا عصفور طيار. مثلا بعت ال 16 بيطلع لي 300 ليره، اذا بعت ال 16 قد ايه بيطلعوا؟ 5000 و5000 10000 بيروح منهم تاكسي هدول، بس جيب التاكسي. ما زال لحق الستات بدي صميت، لحق الستات وبدي صميت، كل تعبي كل شغلي لإله وسكتي خلاص. اليوم قلت لها شو بعد بدي؟ في عندك نسوان منيح، في عندك نسوان ما بينحبوا ما بينطاقوا. الرجال يكون لازم يكون محترم مع الست لأعطيها حقوقها، بس إذا كانت زنبورة يعني زنبورة يعني بتقهر الرجال، بتعمل له شيء لتقهره، جد مزنبرة بتكون. مثل حرقوصة، مثل ما قلت أيام زمان هيدي حرقوصة بقلو. لا إذا الست ما كانت لطيفة وضحكتها بسمة لشو؟ إذا كانت لئيمة لا جبلة وشايفة حالها في أحلى من الجمال، لو كانت جميلة وكانت راسها عاطل، أو هي مثلا غير شكل، كلهم بحبوا السمر والشقر والعبيد هذول. لك بنغلاديش فيلبين، لك يعمرني ربك خلاص. بتحكوا له خلاص سبب 65 وبعد نموت على النسبة، بيشتغل لعلهم حبيبات قلبي، لعلهم بيشتغل بنت الحمار لعلهم. ميرسي جوتان جوتان، قلت لك جوتان كلمة اليوم جوتان. باي باي.